هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. لماذا لم يهتم سعيد النصيري بمركب ويلنس؟ ولماذا تحول المركب إلى مزبلة؟ أين ذهبت منحة الجامعة؟ احنا كنعاودو ناكدو اكدناها خلال اكدناها المنخرطين وحتى انت واش بلا شي منخرط، انا حنا مستعدين نمدوكم بالوثيقه التي تؤكد بان الناس راه في ملكيه الوداد. لطالما ردد رئيس الوداد سعيد النصيري جمله مرحبا اهلا وسهلا بكم في ويلنس، افتخارا بامتلاك النادي الاحمر لهذا المركب الجميل. ولكن كيف هي حاله ويلنس الان؟ كل شيء تحول رأسا على عقب، إهمال كلي للملاعب الرياضية ودمار يحيط بكل الجنبات وغياب أبسط مظاهر الاعتناء. وبالنسبة للمركب ويلنس اسم من هو؟ مركب ويلنس كيف كيعرف الجميع أنه تقتنى النادي الوداد الرياضي ماشي سعيد الناصري. جات واحد الواقعة ديال الابيديمي ديال كوفيد 19، كنا سلمنا للسلطات المحلية باش يستافدوا منه فعلا، هذا هو الحمد لله عاودوا ردوه لنا الان، وحنا غادي نعاونوا إعادة الترميم والإصلاح ويكون جاهز إن شاء الله للسنة المقبلة. واش هو في اسم الجمعية ولا في اسم الشركة؟ دابا غير حيت كاين واحد الاختلال، ما عرفتش شكون الناس اللي كيبرمجوا هذه البرمجة غير الواقعية، راه هاد الشركة اللي كيملكها وهي الجمعية، ان الجمعية دابا كتملك الشركة والشركة كتملك وين الناس، راه الجمعية هي اللي كتملك الجميع. لان انا ما كنبغي نفهم، ما كيحبس عندي الفهم هنا، راه كل شيء في ملك الجمعية اللي فيها المنخرطين وفيها المكونات ديال النادي الوداد، لا الشركة ولا وين الناس. الجماهير الودادية تتساءل كيف لفريق يتوفر على مئات المنخرطين ولا أحد يقول إن هذا منكر، لكن كلمة الفصل يرددها المركب بلسان حال الضعيف المنكسر: أنقذوني. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.